عليكم اخواتي حبيباتي. اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل ما نبداو البنات ما تنساوش دعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. البنات اليوم عندنا وصفه خفيفه وزوينه يبغيوها الصغار والكبار، اللي هي تورته، وتورته البنات بالتفاح وبلا بات كيك. نتمنى من الله تعجبكم يا ربي وتجربوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا البنات. اليوم عندنا هاد التورته، هادي التورته اللي هي لاباط ديال الكيكه البنات ان شاء الله بالتفاح. كنحتاجو البنات هنايا كنحتاجو جوج ديال البيضات، وكنحتاجو كاس مخلط ما بين زيت وحليب، كاس عنبه نص حليب ونص زيت. كنحتاجو هنا 5 المعالق ديال السكر، القياس اللي بغيتو البنات هنا غنخلي منه باش غادي نصيب منه السيرو باش نسقيوه. المهم هنا 5 ديال المعالق سكر او 6 ديرو نتوما، وهنا قريسات الملح، هنا الدقيق على حسب الخليط كيف قلت لكم، وواحد الساشي ديال كيس ديال الخميره الحلويات، والبومة البنات بالنسبه للتفاح دخلوا فيها القياس اللي بغيتو. انا هنا عندي 4 ديال التفاحات، غنشوف القياس اللي غادي تحتاج ليا. وهنا هاد 3 الحبات تاع الليمون اللي هو لورانج، غادي نعصرهم وغادي ندير بهم السيرو ان شاء الله باش نسقي هاد التورته ديال التفاح. دابا غادي نبداو على بركه الله. بسم الله غنسيبو البيض البنات. كي قلت لكم انايا هاد الكاس هذا راني تنستعملو بزاف الحاجات. هنا البنات غندير قريصه ديال الملح، انا كاع لي كاطو كندير فيهم الملح، واخا حلويات كندير فيهم قريصه الملح، تنبغي داك تهرس ليا داك الجهد ديال الحلاوه. هنا البنات غادي نخوي السنيده ونخلي ليا القياس، غنخوي غير القياس ديال 5 المعالق ونخلي ليا باش غادي ندير السيرو نسقيها به ان شاء الله. نخلطو هادشي مزيان. دابا نخوي شويه الفاني سائله البنات ونستمر. دابا غنخوي هاد الكاس اللي فيه الحليب البنات والزيت، كاس عامر. نص زيت ونص حليب. كل واحد وكي كيخدم بطريقته، المهم هو المكونات تشوفوهم. دابا البنات انا كنخلي هاد الخليط بحال هكذا على جنب، وكنبدا بهادي قبل ما ندير الطحين والخميره. كنبدا بهاد المول هذا ندهنوه بالزبده، ندهنو المول، من بعد نديرو فيه الطحينه البنات. نديرو لها الطحين، علاش البنات كنخليها هذيك باش ما كتطلعش ليها الخميره وكتقصح. دابا ملي كنوجد هذه كنشعلها عاود الفران بحال دابا، هذه ملي كنديرها كامله باش ما يضيعش ليا هادشي كنسيبو هنايا. نضربو هكذا السوسو باش ما تجيناش مغلفه بالطحين بزاف. دابا البنات غادي نحركو باش لكان شي سكر باقي ما دابش لينا، سكر سنيده ديرها عاليه البنات، ما كتبغي لا خدمه لا والو، وخفيفه وسهله ويعني اقتصاديه، راه غير جوج البيضات. وكنصيبو التورته ديالنا بلا بات كيك. دابا البنات غادي نعبرو ان شاء الله الطحين وغنشوفو، حيت انا مولفه كنصيبها غير عيني ميزاني. اليوم درتها معكم باش غادي نحسب لكم شحال. واحد بسم الله،
جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. نديرو غير ستة البنات ديال المعالق حتى تشوفو، و الساشي ديال خميرة الحلويات. دابا نغربلو بهاد الغريبي. ديما البنات طحين الكيك غربلوه باش ما يجيكمش فيه دوك الكويرات او التكتلات، يعني الطحين ما تكورش. درت ستة ديال المعالق انتما كتشوفوا، وخميره واحده. نشوفوا دابا صافي، هذا هو القياس اللي بغينا انتما كتشوفوا. حتى هذا درت هاد الفويه البنات صغيور ديال الا بغيت ندير شي حاجه لينيت قياس قليل كنخدم هاد الفوي اللي صغير. ودابا هذه نزلوها البنات في المول، نجيبو سطاسيولا البنات، نجيبو سطاسيولا باش تنزل لينا كلشي ما تخلي والو باش ما نضيعوش. بسم الله. انتما كتشوفوا ضايع، انا مثلا مبغيش نضيع الصراحة. انتما البنات كتشوفوا راه لاباط كتجي غير قليلة. دابا غادي نمرو التفاحات ديالنا باش غادي تشوفوا كيفاش غادي نقطعوهم شرائح رقاق. نقطعو بهذا الشكل البنات شرائح رقاقي. بغيتو ديروه بقشورو ديروه بقشورو، بغيتو تقشروه قشروه. انا هنايا قشرتو البنات، تنخاف من التفاح تيكون مداوي تكون يبقى في القشره الدواء، داكشي علاش تنقشرو. هنا البنات مع التفاح عندي كبير تبارك الله ما شاء الله، غادي ندير غير درت غير ثلاثة تنشوف فين غادي يوصلوني في العمارة ديال التورته ديالنا التورته كيك. وعاد من بعد غادي لخصني نزيد هذيك الاخرى، تعرفوا راه التفاح كيكحل. هنا البنات غادي نمشيو بهذه الطريقه، هذه كنديرهم جنب البنات بحال واقفين واقفين وما واقفينش، يعني ماشي واقفين وماشي ناعسين. علاش؟ باش كتجي وحده مركبه على وحده كيعطيونا هاد الدوره هذه. ها انتما كتشوفوا كنستمروا البنات بهذه الطريقه هذه. هانتوما كتشوفوا نديرو الكبارين هما اللي في لبرا، لان رانيت هاد المولى البنات عندي شويه كبير. البنات انا الوسط درت له بحال الطريقه هذه،
مشات ليا شويه، يعني البنات ثلاثه تفاحات كبار كفاو، والا كانوا صغار راه كتوصلوا حتى لسته فيهم او ثمانيه على حسب. هادو تفاح كبير البنات. دابا التورته ديالنا لاباط كيكه البنات ها هي كتشوفوها كيفاش جات. غادي نزوقها واحد شويه لوز ايفيلي، والواحد شنو يدير فيها اللي بغى. انا غندير فيها غير اللوز ايفيلي، بعد نوبات كندير فيها الزبيب ما تياكلوش ليا الدراري البنات. لوز ايفيلي اكتفي غير بالزواق لوز ايفيلي، راه كيمشي مع الكيك وكيمشي حتى مع التفاح. وانتوما راه تزوقوها باش بغيتو، كاوكاو بالجنجلان باللوز بالشوكلاط باللي بغيتو. انا درت ليه هنا غير اللوز ايفيلي البنات مع التفاح، راه كيجي مزيان. حنا دابا ندخلوها الفران ومن بعد غنرجعو. ودابا البنات غادي نعصرو العصير ديال لورونج ديالنا ديال الليمون. غندير غير جوج البنات تنشوفو واش خدامين ولا لا. زوينه البنات كتجي خفيفه وسهله ويعني اقتصاديه، كتجي غزاله. تبغي تبدلو على الكيك انا مخدمه غير الليمون الصغير، ما بغيتش ندير البنات هذيك الكبيره. صافي البنات غنكتفي غير بجوج ديال الليمونات، راه فيهم الماء تبارك الله. عندي الغرض بالماء هوب. صافي نصيبو السيرو ديالنا قبل ما على ما توجد لينا الكيك او التورته لاباط كيك. دابا هنا البنات نخليو هذا الشيء يتقطر بوحدو على خاطرو، ضروري هنا البنات غنخليوه يتقطر مزيان وغندوزوه مازال في الصفايه. وغنجيبو كاسرول وغنجيبو نديرو الكاسرول وغنديرو السكر اللي درنا، وغنديرو ان شاء الله الليمون يغلي، وغنديرو معاه واحد ساشي ديال الفانيلا. البنات جبت الصفايه، ضروري ما نصفيو ما نخليوش فيه هذوك هذاك اللب ديالو، خصو يكون عندنا غير السائل بوحدو، ميكونش هاد الشي اللي كتشوفو حيت تيعطي منظر مزوينش ملي غتبغيو دهنو. وغادي نسيبو هاد السكر. ودابا البنات نخويو هاد الساشي ديال الفاني ونرجعو ونديرو الخليط ديالنا، هاد السيرو هذا اللي فيه السكر والفاني والليمون، نديروهم يغليو البنات، نخليهم تيذوبو مزيان ويغليو. وملي غادي يغليو ان شاء الله غنديروا فيهم واحد المعلقه ديال الزبده صغيره. دابا البنات من بعد ما خرجنا التورته ديالنا من الفران راه سخونه مازال البنات، حيت غنرجعها مازال. نتوما كتشوفوا تبارك الله الشكل ديال هنا عندنا السيرو اللي فيه الليمون والسكر وفيه الفاني وفيها زبيده معلقه، كندهنوها بحال هكذا، كيعطينا البنات بحال الناباج. وهو طبيعي البنات هاد الطريقة زوينة تبغيو تدهنو بها الحلويات ديالكم، ديرو ليها هاد الشكل هذا. ندهنو كاع الجوانب البنات باش تكون عاطينا واحد البريون، وفي نفس الوقت تشرب لينا هاد السائل هذا هاد السيرو اللي هو متكون من الليمون ومن هانتوما. نخويو فوق منها هادشي اللي بقى لينا، لانه كتجي معسلة البنات كتجي لذيذة بزاف. دابا غنرجعوها للفران واحد شويه
للطقس ديالنا ديال البوم البنات لاباط كيك. هانتوما كتشوفوا ها هي وجدات كيفاش جات، راه باقا سخونه البنات. انا غادي نقطع منها مخصو، شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه بزاف بزاف. باقا البنات سخونه، خاصها حتى تبرد وتشد في راسها. كتجي خفيفه البنات، الانسان يبدل شويه بالنسبه للكيك. انتوما كتشوفوا كيفاش كتجي زوينه بزاف البنات، وريحتها كتشهي. حاول راحة البنات، ويا ربي نكون خفيفة على قلوبكم كيف خفيفة هاد الكيك هادي، وبصحة والراحة، وإن شاء الله فيديو آخر بإذن الله تعالى.